ده ما يديش ربنا، معمول لك اذن نيابه تاريخ امبارح وتم ضبطك الحمد لله. كنت بدور عليك والله عشان اشكرك والله. الله يبارك فيك وكده يا استاذه نفس زبونه العيال كلها بارك. اشكري ان انت جاي تصلح الموضوع في اي حمام تاني بره عشان الناس والحريم والرجاله والعائلات. استاذ لو بيحصل في اي حمام تاني بره هيخافوا بره، هيخافوا من اللي هم شافوه دوت. المنطقه دي كلها رجاله، الرجالات اللي بيجوا دول مش من منطقه اصلا، بره المنطقه. ده حمام عشان ده ماشي، ده حمام واحد كان عامله، واحنا ناس هنا كلنا بنشوف شغلنا ماشي، احنا هنا بنشوف شغلنا كل واحد في حاله، ما نعرفش اللي بينزل ده ولا راجل. بيقولوا ليه كانت موجودة في الحمام لحظة القبض على المتهمين؟ وليه كانت واقفة بتصور؟ أنا مخرجة تسجيلي وشغلتي هي الرصد، بالمنطق كده والله افترض كان في إنسان بريء حظه النحس رماه على الحمام لأول مرة بدون ما يعرف حقيقته، كان إزاي هيتم التعامل معاه؟ هل كل الموجودين في الحمام متهمين بتجارة الجنس؟ هل كل الموجودين في الحمام هيتم القبض عليهم؟ ده كان جزء أخلاقي ومهني مهم جدا بالنسبة لينا نسبته. اطلب حاجة من الداخلية ومن وزارة العدل، لو في حد كان تحت مظلوم مش مع الناس دي يا ريت ما يتظلمش، لأن الظلم ظلمات ليوم القيامة. جريمة الأداب جريمة بتمس سمعة عائلات. احنا ظبطنا اللي كانوا في غرفة المختص تحديدا، اللي كانوا عاملين كانوا عراء الجسد وكانوا عاملين جنس جماعي، طبعا فجور باوضاع شاذة، دول اللي ظبطناهم. انما في ناس تانية كانوا لسه داخلين الحمام وكان في منهم بلبسهم وكان في لسه بيقلع هدوم، انا مش عامل له قضيه، هو ربنا ستر عليه، هو ربنا ستر عليه، ف يعني انا برضو انا لازم استر عليه زي ما ربنا ستر عليه، ما كانش لسه دخل غرفه المغطس. وانا بسألهم قالوا لي احنا كنا داخلين نستحمى، واحد منهم عريس قال لي انا كنت بجهز نفسي عشان العرس بتاع حفل العرس بتاعي، والتاني قال لي انا عندي الم بظهري، قالوا لي ان البخار ده بيزيل الم الظهر. فطبعا عرضت على سياده اللواء عصام حافظ، وطبعا عصام بيه كان توجيهاته لينا في جميع الاواضي سواء جانب الدعاره او جانب الفجور تحري الدقه المتناهيه لعدم تلويث سمعه عائلات وتدمير سمعه العائلات. فاحنا بنتحرى الدقه جدا 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 علشان ما نظلمش حد. احنا طبعا في الاول وفي الاخر احنا بعمل ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين عايز اعرف حضرتك حاجه مهمه جدا جدا، ان احنا لما ربنا بيوفقنا وبنضبط قضيه لازم السيد اللواء محمد قاسم بيتاكد من طبيعه القضيه، والسيد اللواء عصام حافظ وبيتاكد ان فعلا المضبوطين وان هم فعلا كانوا بيمارسوا اعمال منافيه للاداب، وان احنا دايما بنعامل ربنا في القضيه دي اولا واخيرا احنا بنعامل ربنا سبحانه وتعالى. بس احنا ما نقدرش نظبط غير اللي هو ارتكب الجريمه، في ناس كانت موجوده ما ارتكبتش الجريمه، ما نقدرش ناخدها، ما خدناهاش، احنا خدنا اللي ارتكب الجريمه. بس طبيعه عمل الاداب وطبيعه انا عمل القضيه عشان القضيه تبقى ناجحه لازم انا لما اجي ابتدي اجي اخش المكان واداهم المكان لازم يكون في ورقه تلبس، فاذا ما كانش في ورقه تلبس قدامي واضحه وصريحه يبقى ما فيش قضيه. بعد كل الهيصة والتزييط والمزايدات تعالوا نشوف أمثلة على تطبيق القواعد المهنية في أكبر المؤسسات الإعلامية في العالم. إيه شكل المعالجة المهنية العالمية فيما يخص تجارة الجنس وانتشار الإيدز؟ نبدأ بتقرير من فرانس بانكاتر عن تجارة الجنس بين الذكور. لتقصي تفاصيل هذا الواقع اخترنا التصوير بكاميرا خفية، وسرعان ما اقترب منا هذا الشخص. أهلا بك صديقي، عما تبحث؟ أتريد ممارسة الجنس؟ لدي ما تبحث عنه، يمكن شراء كل شيء هنا. سمير بدأ ممارسة الدعارة في سن 12. اكتشف سمير أنه مصاب بمرض الإيدز. عبد الرحيم الناجي هو منسق الجمعية